تدب الحركة في شرايين النشاط التجاري بمدينة فاس، ويعد عيد الفطر السعيد بالنسبة للصناع التقليديين مناسبة لإنقاذ مجال الصناعة التقليدية، القطاع المحوري للاقتصاد المحلي والجهوي الذي عانى الأمرين منذ إغلاق الحدود الوطنية. هذا العيد إن شاء الله اللي غادي يحل على الأبواب غادي يعرف واحد رواج كبير عكس السنة الماضية اللي كان فيها الحجر الصحي، والزبون المغربي هو مرتبط بهذا الزي التقليدي، وهي مناسبة أن الصناع التقليديين أنهم يتنفسوا شوية ويروجوا المنتوج ديالهم شيئا ما بعد السنة بعد شهور ديال الكساد والركود. ويتجه عدد وازن من الزبناء إلى المركز التجاري الكفاح بقلب مدينة فاس النابض للتبضع، بالرغم من أن عددهم يظل ضعيفا مقارنة مع الأيام العادية. تبارك الله، كاين الإقبال أكثرية بخصوص ديال الدراري الصغار ديال 27 إن شاء الله، تكون الإقبال على جليبة ديال السوسدي وقفطنا ديال السوسدي وكنيدرات. الحمد لله، يعني هذه السنة هذه كانت السنة استثنائية عكس السنة الفريطة التي كان فيها ركود اقتصادي عام، وهذه السنة الحمد لله كنشوفوا الناس كتجي للمدينة القديمة ورجعت تصالحات مع المنتوج التقليدي. أنتم ترون أنه هذه العشر الأواخر من شهر رمضان جعله الله علينا وعلى جميع المسلمين بالصحة والعافية، وكذلك لأمير المؤمنين أن الناس يختانون الآن الملابس لأبنائهم ولأنفسهم. فالأعياد الدينية تشكل متنفسا لتجار منتوجات الصناعة التقليدية وللصناع التقليديين على حد سواء، ويشغل قطاع الصناعة التقليدية الذي يعد رافعة الاقتصاد الجهوي زهاء 124 ألف شخص على مستوى جهة فاس مكناس.